لتسليط الضوء أكثر على الغوطة الشرقية من دمشق. معنا في الأستوديو زميل سليم حمادي في هذا العرض، أهلا بك. أهلا بك زميلتي أسماء وبضيفك الكريم. مشاهدينا الأكارم أهلا بكم في هذا العرض حول آخر التطورات الميدانية في سوريا. الصور التي ترونها الآن ليست لحلب التي قصفت قبل عام وخلف القصف ذاك الروسي والسوري طبعا آلاف القتلى، آلاف الضحايا بين جريح وقتل، وزيارة المجتمع الدولي تأتي من الغوطة الشرقية التي تتعرض إلى قصف مكثف وممنهج لأزيد من أسبوعين. تكثف هذا القصف خلال الثلاث الأيام الأخيرة، ما أدى إلى سقوط حوالي 270 قتيل وأزيد من مئات الجرحى. ناهيك عن الضحايا من المدني، أغلب الضحايا أنه من المدنيين والأطفال والنساء. بالنسبة للتصعيد العسكري الذي نراه الآن، هو تقوم به الطائرات الروسية كما هو موضح والطائرات السورية، بالإضافة إلى المدفعية الثقيلة التي تواصل قصفها ليل نهار دون توقف لجميع أحياء الغوطة، خاصة الأحياء التي يعتقد النظام وكل من هو في غرفة العمليات بأن الفصائل الثلاث التي تصنفها دمشق وحليفها الروسي بفصائل إرهابية، وهي فيلق الرحمن، جيش الحر، وجيش الإسلام. بالتالي أن هذا القصف بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان دائما سيكون أو حصيلته سترتفع في الساعات القادمة، سيرتفع إلى حوالي 570 قتيل. هذا في آخر يعني إحصائية قدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان. أغلب الضحايا في الغوطة هم من المدنيين كما سلف وذكرنا، إضافة إلى أن هناك عشرات الجثث والجرحى ما تزال تحت الأنقاض. القصف الروسي أو قصف الطيران الروسي والسوري والمدفعية أيضا تستهدف بعناية دقيقة المستشفيات. هناك ست مستشفيات في الغوطة، الأخبار الواردة من هناك من طرف المنظمات الحقوقية، منظمات حقوق الإنسان، تقول بأن هذه المستشفيات تستهدف بطريقة يعني متعمدة، بحيث أنها لا يعني بحيث أنها أخرجت عن الخدمة وأصبحت يعني بعضها أثر من بعد عين، وهو ما صعب المهمة الإنسانية وصعب الطبابة للجرحى والمصابين، بحيث أيضا أن نقص المعدات الطبية في مناطق ما يسمى بخفض التوتر التي لجأ إليها الآلاف من الفارين من القصف، أيضا تعاني نقصا فادحا في المعدات الطبية، وذلك بسبب الحصار المضروب على هذه المدينة منذ العام 2013. أيضا هناك نداء استغاثة من طرف الفرق الطبية والدفاع المدني على وجه الخصوص، الذي يجد صعوبة بالغة في إجلاء الجرحى، وحتى يعني هناك من هم تحت الأنقاض حتى الآن بسبب القصف المركز والقصف المكثف. بالنسبة للغوطة، أنها هي منطقة مدرجة في إطار اتفاق مناطق خفض التوتر. هذا القصف يقول الخبراء أنه أسقط الغوطة من هذا الاتفاق، خاصة أن الأطراف التي تقصف ومنها روسيا التي كانت أحد الرعاة الثلاث لهذا الاتفاق، الذي بموجبه تم أن لا تستعمل الأسلحة ويتم الاتفاق السياسي في أكثر من منصة في جنيف وسوتشي وغيرها. لكن الغوطة حسب هذا القصف وحسب هذه المجازر المروعة خرجت مباشرة من هذا الاتفاق. هناك تعزيزات عسكرية استفاد منها جيش النظام السوري، وهذا طبعا حسب موقع سبوتنيك الروسي. هناك أسلحة روسية نوعية وضخمة وصلت في خلال 24 ساعة وعبر جسر جوي دائما حسب الوكالة الروسية المقربة من السلطات أو المقربة من الكريملين. تتضمن هذه الترسانة العسكرية الضخمة صواريخ ثقيلة جدا، وهذه الصواريخ طبيعتها حسب ما ذكرت الوكالة تنسف البنايات وتقوم بنصف أحياء بكاملها. أيضا هناك صواريخ متوسطة تستعمل يعني في قصف الشوارع وتستهدف مباشرة المركبات، ودبابات التي 90 وهي أحدث دبابة روسية
أو الدبابة الوحش التي يعد استعمالها يعني ربما في الساعات المقبلة سيزيد من حجم الخسائر، خاصة وأن هذه الدبابة خصصت أو صممت خصيصا لإبادة الأحياء بمن فيها، حتى يعني الذين لا يمكن حتى تحت يعني حتى في المناطق التي يختبئون بها. هناك مصادر وحسب الوكالة دائما أن ضباط روس وإيرانيون الآن موجودين في مركز العمليات الذي يقوده الجيش النظامي السوري، وهم يديرون هذه العمليات، وهناك طيارين أيضا دائما حسب وكالة سبوتنيك الروسية. هناك ردود أفعال كثيرة داخل مجلس الأمن، لكن كل هذه الردود لم تفلح حتى الآن في استصدار هدنة إنسانية لمدة أسبوع بالمقابل لمدة شهر عفوا. بالمقابل المنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة تناشد بشكل حثيث وفي كل لحظة المجتمع الدولي للتدخل وإعطاء فرصة لها للدخول إلى منطقة الغوطة التي أصبحت حسب التوصيفات أو توصيفات هذه المنظمات منطقة منكوبة، يعني منطقة بالتعبير الدقيق للكلمة. قبلها كان سفير أو وزير الخارجية الروسي قد قال بأن هذه العملية هي تشابه عملية حلب، وبالتالي خبراء ومراقبون ينتظرون ما يسمى بعملية الباص الخضراء و تحويل السكان من داخل منطقة الغوطة الشرقية إلى مناطق أخرى حتى يتسنى لفصيل يكون النظام راضي عنه لإحلاله هناك في تلك المناطق. زميلتي أسماء إليك. نعم، شكرا لك سليم.